للمزيد تنضم معنا القيادية في تحالف عزم نورة الجحاشي. سيدة نورة، مرحبا بك. إلى أي مدى يعني يمكن أن تمثل المشاركة الفعلية في الانتخابات القادمة ضرورة لإحداث تغيير حقيقي في العراق؟ أرحب بالجمهور الكريم عبر قناتكم الكريمة. ندعو ونحث المواطنين للمشاركة الفعالة بالانتخابات القادمة وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. نعم، يعني هذه المقاطعة ربما ستشكل، تسمعين يا سيدة نورة؟ أي نعم، هسه أسمع حضرتك. ربما هذه المقاطعة ستشكل مسارا آخر، ربما سيلتحق فيه الكثير من التحالفات الأخرى. هل هذه المقاطعة ستؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة؟ في كل الانتخابات تحضر توجد انسحابات، لكن الانتخابات نتوقع أنها تحدث في موعدها المقرر. نعم، يعني كيف يمكن أن نقنع الشارع العراقي بالذهاب إلى الانتخابات وهناك سلاح منفلت وهناك مال سياسي يشتري الأصوات؟ نلاحظ رؤية عند المواطن العراقي وتفتح سياسي ورؤية سياسية بالمشاركة الفعلية للانتخابات القادمة، وذلك من خلال ما يلتمسه من الانعكاسات السلبية للسياسة على الواقع العراقي والشارع العراقي. طيب، فنتصور أن المواطن العراقي اليوم لا يحتاج إلى أن نحثه للذهاب إلى المشاركة في الانتخابات القادمة. يعني حث المواطن فقط ومن أولوياته المطالبة. نعم، يعني حث المواطن فقط ربما يعني لا يمكن أن يؤهله بأن يذهب إلى الانتخابات أو يشارك، خصوصا في وجود سلاح منفلت، ربما سيحصل تهديد، ستكون هناك خوف لدى المواطنين من أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع. المواطن العراقي اليوم يحتاج إلى التغيير، لتغيير من واقعه المعيشي وواقعه في الشارع العراقي وواقعه السياسي. نلاحظ اليوم المواطن العراقي من مطالبه التغيير بوجوه جديده. اليوم من مميزات تحالف عزم اختيارها للمرشح حسب قاعدته الاكاديميه الثقافيه، الكفاءات والطاقات الشبابيه. فاليوم احنا نلاحظ انه المواطن العراقي يحتاج الى التغيير ويلتمس. نحن كمرشحين جدد نعتمد على التحشيد الجماهيري، واليوم نشوف التفاته جماهيريه كبيره نحونا. طيب، وهذا دليل على وعيهم. طيب، وإقبالهم على المشاركه بالانتخابات. هذا الموضوع بالضبط، كمرشحين جدد، يعني ما هي حظوظكم بالفوز بالانتخابات؟ على ماذا تعتمدون؟ القاعده الجماهيريه هل هي كافيه؟ الحضور الى المؤتمرات التي تعقدونها هل تكفي من اجل ان تصل باصواتهم تصلون الى قبه البرلمان؟ لدينا هدف كمرشحين جدد وكطاقة شبابية، لدينا هدف. اليوم أنا من أنزل للشارع العراقي وأتناغم مع مشاعره ومع مشاكله اللي هي مشاكلي أساسا. أنا اليوم من جيت أردحد التغيير. اليوم كثير من المنافسين والخصوم اللي لديهم مناصب استغلوا المنصب واستغلوا اليوم المال واستغل المال السياسي واستغلوا التمكين الحكومي، بينما نحن كوجوه جديدة نزلنا للشارع، نزلنا بالمشاكل اللي هي أساسا مشاكلنا. اليوم نريد حلول. اليوم أنا شلون أريد حلول؟ أنا كطاقة شبابية اليوم جيت أدخل في السياسة، أتنصب إلى مركز القرار، وذلك لأجد الحلول إلى أهلي وناسي، وإن شاء الله نتأمل الجاي يكون خير إن شاء الله يا ربي. طيب، إن شاء الله. إن شاء الله. سيدة نورة، يعني هذه المواضيع ربما يتقبلها الشارع العراقي، لكن هو يبحث عن شيء فارق عن باقي المرشحين. الكثير من المرشحين الجدد عندما يدخل إلى الانتخابات يعد الجماهير بأنه سيعمل وسيقوم برفع أو مستوى المواطنين من الواقع الذين يعيشون به إلى واقع أفضل. على ماذا تعولون من أجل أن يكون المواطن على ثقة بكم وتكونون صادقين معه؟ على رؤية استراتيجية. واليوم احنا في تحالف عزم لدينا رؤية استراتيجية، ومن أهم ملفاتنا اليوم عودة النازحين، ونفذ جزء من المشروع عودة نازحين جرف الصخر. فبالتالي
أنا أتأمل ونتأمل أنه إحنا نكون أداة المواطن بجلب حقوقه وبالتغيير الحقيقي، والرؤية ما بعد جرف الصخر لتحالف عزم هي نحو مصالحة وطنية وإعادة جسور المحبة بين جميع المكونات وغلق الأبواب أمام الإرهاب ومختلقي الفتن الذين يتراقصون على الجراح العراقي والمواطن العراقي. طيب، في حال جرت الانتخابات في موعدها المحدد، ما هي رؤيتكم للتفاهمات والتحالفات السياسية ما بعد الانتخابات؟ كل شيء في وقته أتصور. نحن كتحالف عزم وقياديين في تحالف عزم نناغم ونؤيد رأي الشارع العراقي. إذن الشارع العراقي هو المفصل في تفاهماتكم مع الكتل السياسية الأخرى. أكيد أكيد، نحن خير ممثلين عن الشارع العراقي والمواطن العراقي. نعم، دورنا، أنا دوري كمرشحة اليوم أمثل المواطن العراقي، فماذا يحتاج وماذا يريد أكون أداة له. نعم، شكرا لك نورا الجحاشي القيادية في تحالف عزم.